بيكم في مامي ماركت. النهاردة جايبه لكم مجموعة عناية بالشعر بعد معاناة في ان انا الاقي حاجة طبيعية. لقيت المنتج ده طبيعي وفي نفس الوقت بيدي تأثير حلو. زي المنتجات اللي معايا النهاردة دي كل مكوناتها طبيعية. هي عبارة عن افوكادو ومورينجا وزبدة شيا وحاطين فيه ماتشا وطحالب خضراء. وزي ما هو مكتوب هنا ان هو خالي من الكبريت وخالي من الزيوت المعدنية ومن البارابين وخالي من الفازلين. ده الشامبو بتاعه وده الكونديشنر وده بقى الكريم. الكريم ده هو المفروض ان هم كاتبين عليه ان هو بيستخدم كماسك، بس انا عن نفسي بحطه بعد الشاور ومش بشطفه، بسيبه على شعري. حلو جدا. هو لكل انواع الشعر بس للاكتر الشعر الكيرلي. وانا لما جربته لقيت ان في يعني الكيرلي بتاعي بقى مفرود اكتر، وفي نفس الوقت بيلمع وترطيبه حلو جدا. المجموعة دي لقيتها موجودة على اي هيرب.